عندي عليك، عم بعاتب الكنيسة اللي اتأسست اللي خدموا فيها سنين سنين كثيرة، أنك تركت محبتك الأولى. هذه المحبة عندما تترك طبعا أمور كثيرة تحدث، فيناشد الكنيسة أذكر من أين سقط وتب. لازم يكون في توبة، لازم يكون في رجوع للرب، لازم يكون في تغيير فكر حقيقي. تب واعمل يعني ارجع للمكان الأولى اللي الله دعاك إليها، وهكذا تبقى المنارة متقدة ومشتعلة، وإلا سيزحزح هذه المنارة. وإحنا بنعرف إنه أفسس حدث فيها زلازل كثيرة، واليوم لما بنتفرج على أفسس عبارة عن أكوام من الحجارة، أو زحزحة المنارة كتير مرات بتكون كنائس تقليدية تاريخية لكن ما فيهاش الأعمدة الحية، الروح القدس مش موجود فيها، محبة فاترة متروكة. فأنا أناشدك وأدعوك من نفس المكان، من المغارة اللي تكلم فيها يوحنا، إنك تنتبه لروحك وتحاسب نفسك وتقيم نفسك، هل أنت فيك محبة؟ وهل المحبة مشتعلة أنك أنت تحب الناس وتربح وتجيب الناس ليسوع المسيح؟ يوحنا كان موجود بسبب هذا الاضطهاد، لأنه رفض أنه يساير أو يساوم على حساب كلمة الله أو الحق الكتابي، فكان يتكلم بسلطان الرسولي، وبهذا السلطان يريد أن يحذر أنه إذا خفت هذه المحبة لابد أن تحدث مصايب ومشاكل كثيرة. من مغارة يوحنا أنا أناشدك أيضا إنك اليوم تصلي إنك تمتلئ بمحبة الرب، بمحبة الله التي تنسكب في قلبك بالروح القدس، وتكون شاهد عن هذه المحبة.